اختار لي مدرب عاجبك في الدوري. شوف خلال جولتين بوجود بقيم خلال جولتين، صعب التقييم، ولكن اشوف انه اولا الاهلي بالجولتين وتاخر المدرب ماتياس مثل ما تفضل ابو اميره بهالامور، وعرف انه شلون يعني حقق 3 نقاط، ولو انه بغض النظر عن المنافس ولكن شكل الفريق كان يقدم بشكل ممتاز. ستيفن جيرارد بدايه جدا اختاروا ممتازه لنا واحد يا فريق. جماعه، ما ابغى اثنين، ما ابغى تمر لي على المدربين، اختار لي اختار لك مدرب فوق. قول هذا المدرب يعجبني او اتوقع انه ينجح. عندك مدربين، في ناس بقوا من الموسم فوق الماضي. رازوفيتش، فوق رازوفيتش مدرب الفيحة، اعتقد يعني حتى امام الفرق الكبيره يعرف هو افضل فريق يطبق الارتداد السريع.